ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى الجميع يكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب دايما. انا احمد عبادي من قناه سيمبا، والنهارده جئت لكم بفيديو جديد. قبل ما نبدا فيديو النهارده يا جدعان، خلينا كلنا كنا نصلي على النبي وندعي ربنا بنيه صافيه انه يصرف عنا البلاء والوباء اللي ماشي في البلد دول يا رب، امين. بصوا يا جدعان، باختصار كده فيديو النهارده، عشان بس انا عامل سلسله لسعود الكونكر، فانا بجمع مثلا لو جيم طلع كويس ولا كده بوريكم مثلا المستويات اللي بتبقى ضدي او كده، وان شاء الله كل فئه هطلعها. يعني مثلا في الجيم ده انا طلعت دهب، تخيل كنت فضه وطلعت دهب. اللي انا عايز اساله عشان الناس الفكره كانت تخرج تكتب لي في التعليقات، ده انت فضه وطلعت دهب، ركز في المستوى اللي قدامي شوفه عامل ازاي. وفي ناس مترتبه على السيرفر، مترتبه في تصنيف توب 100 كانوا معايا في الجيم، فانا دهب في بدايه السيزون كاني اس في اخر السيزون، يعني كاني السيزون لسه بادئ، فالدهب ده حاجه عاليه، وانا كده اصلا بادئ من برونز، يعني بادئ من برونز عايز اجيب كونكر من برونز. فان شاء الله كل فئه هطلعها هنزل لكم جيم، واتمنى لعب يعجبكم، وان شاء الله اقدم لكم الاحسن والاحسن ومشاهده ممتعه. وفي اخر الجيم هسيب لكم لقطه من الرومات بتاعتي اللي انا ببثها.
بسرعه. مع سيمبا اصلا. يلا. مش هنلحق نمسك سلاح حتى. يا معجنة تحت. انزل ايه؟ انزل جوانب احسن. ها باشا اللي معانا بقى في المايك بالله عليك بعد